الاول تهجم ونفسك راض بيت هالمرجل فيها جمودك حاطيك بالاول بتهجم ونفسك راض بيت هالمرجل منها افكارك صافيك ولو جيت تعمل بو علي اخر حساب كلمة علي بتصير علي قاضي مثل واحد الا كلمة هارون الرشيد
حيثك وزيري وصاحب الرأي السديد راح يعملوا أجلي حسابك في أكيد. وبذكر على ما صار ثورة بالعراق أول ما لقيوا القبض عامور السعيد. احمد بعيد وغير الموضوع عن هالخط حيد. خليك عن هالبحث يا احمد بعيد وغير الموضوع عن هالخط حيد. ويكتوني يا احمد بأبتارك عليك وبدنا ببغداد وبمصر السعيد. حوليك في نور السعيد وفي ملك لكن جنابك إلك نور لا سعيد. لما عملت سلطان عتعيد وقريب من بعد نبكي من الحكم باع المصير. لما عملت سلطان عبعيد وقريب من بعد نبكي ان الحكم ضاع النصيب. وصفيت داير بالدني مثل الغريب واليوم جاي بلا سعيد ولا حديث. هيدا انا نوري وجبت صفي معيش وبعد ما ترقوم ارقص يا قريب. عدقت صايبك وعزقتها على الاهل قد شلي صايبك. سقيت لي دقة عدقت صايبك وعزقتها هالقد شلي صايبك. ويا غبن هالدقة العظيمة برأسي لازم توفرها لعرش قرايبك. لا تخوت وبالعرض تحمل سلمات. عزمتك انا عرقت ما تتظلمات. مكان فكري حيرت او المات. عزمتك انا عرقت ما تتظلمات. تكبرت ع مقرب الصوف معلمات. يعني اذا ما عرفت ترقص بالمليح منصير بدنا بالعطايا العظيمه. عزمتني عاشي من شايف وكار الرأس معروف اني عايفه. اضربني ما زالك ربنا مش خايفه. اضربني بهالدف المعك مش خايفه. ومش بالعصا لو بالحديد ضربتني مش قد ضربة والدك بخلافه. قالت علي وقالت سوق وخالت تبلي وتبعت سوق السلوك. مضبوط في قالت علي وقالت سوق وخالت تبلي ولحقت سوق السلوك. لكن قلت يا سعادة ما بيعرفوك يتعيدي بهالمسطرة اللي بيقربوك. وبيك عالطريق كل ما التقوا بيصير بي ياخد بخاطر أبوك. مظبوط كان بيك لبيي
لعطرو طب خاطرو ياخد وحجمو يسافرو مضبوط كالبيت لبيجي ناصرو طب خاطرو ياخد وحجمو يسافرو هل تعزي البي بعلو ناصرو لكن ابوك بالعدد طلع مصافرو الله يعينه مش راح يلاقي بشر عالم في بيخده في خاطره